بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المفعول المضمر قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، بخلاف الفاعل فإنه لا يكون إلا متصلا. قال فالمضمر قسمان، متصل ومنفصل. فالمتصل 12، وهي ضربني وضربنا إلى آخره، يعني 12 لفظين للمتكلم وخمسة ألفاظ للمخاطب وخمسة ألفاظ للغائب. قال ضربني، المفعول به أين هو؟ الياء، ياء المتكلم، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ضربنا نا، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ضربنا. وضربك الكاف، ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. ومثلها ضربك. نلاحظ أن ضربكما نقول الكاف المفعول به الكاف فقط، الكاف فقط. نقول ضرب فعل ماضي، والفعل ضمير مستتر جواز تقديره هو، والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وما علامة التثنية لا محل لها من الإعراب. مثلها ضربكم، نقول المفعول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع لا محل لها من الإعراب. ومثلها ضربه وضربها وضربهما، المفعول به هو الهاء، والزوائد هذه إيش؟ علامة لا محل لها من الإعراب. قال والمنفصل 12، المفعول به إذا كان منفصلا 12 لفظان للمتكلم وخمسة ألفاظ للمخاطب وخمسة ألفاظ للمتكلم للغائب. المخاطب المتكلم قال إيايا وإيانا، إيايا وإيانا، أين المفعول به؟ الياء. إيانا قصد الرجل، إيانا قصد يعني يقصدنا، يقصدنا نحن، إيانا قصد الرجل أو قصد المتكلم، إيانا إيايا قصد المتكلم. فإيايا إيا ضمير منفصل منصوب وعلامة نصبه في محل نصب، أحسنت. لحظة، اي نعم، ضمير متصل مبني على الفتح او مبني على السكون، ايا الالف عليها سكون، مبني على السكون في محل نصب مفعول به، ضمير منفصل. نعم، لا، الياء، الياء ياء المتكلم، تقول ماذا؟ إيايا، إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والياء ياء المتكلم. وإيانا كذلك، تقول إيانا، إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، ونا للمتكلم للمتكلمين. مثلها إياك وإياك وإياكما. طب إياك نعبد وإياك نستعين، مثلها إياك، إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، والكاف للخطاب، الكاف للخطاب لا محل له من الإعراب. ونعبد فعل وفاعل. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى النوع الثاني من أنواع المنصوبات، وهو المصدر. قال المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، وإن نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. هذا المصدر يعني نوع من أنواع المنصوبات. تعريفه ذكر في تعريفه ثلاثة قيود. القيد الأول أنه أن يكون اسما، فالمصدر لا بد أن يكون اسما. القيد الثاني أن يكون منصوبا، أن يكون منصوبا. النوع الثالث
أقول لا لا. القيد الثالث أن يأتي تقريبه، هذا تقريبه، وإلا حتى المفعول به اسم منصوب، فما الذي يميز المصدر من المفعول به؟ قال الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، يعني يجيب أي فعل، أكل يأكل أكلا، شرب يشرب شربا، قام يقوم قياما، فالذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل هو إيش؟ هو المصدر، يعني أكل يأكل أكلا، فأكلا هو المصدر. وهذه هذه يعني طريقة تقريبية لطالب العلم، تقريبية، فإنك تأتي مثلا تأتي بالفعل في حالة الماضي ثم المضارع ثم تأتي بالمصدر. طيب والمفعول به والمصدر يجيء ثالثا في تصريف الكلمة، قال وهو قسمان، أي أن المصدر قسمان لفظي ومعنوي، إن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، وإن وافق معناه دون اللفظ فهو معنوي. والحقيقة أن المصدر في هذا الباب، باب المصدر، المقصود به إيش؟ ليس المقصود به المصدر، وإنما المقصود به إيش؟ ها؟ لا، ليس المفعول المطلق، مفعول المطلق. يعني لو ذكر في هذا الباب، لو قال باب المفعول المطلق لكان إيش؟ لكان أوضح. والمفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا. فتقول مثلا قتلته قتلا، شوف أحسنت، المقصود ما الغرض من المفعول المطلق قتلته قتلا؟ المقصود به التوكيد، ومر معنا أن التوكيد هناك الذي جاء زيد نفسه وأكلت نفسه وعينه وأجمع وكل، هذه توكيد، هذه توكيد بألفاظ إيش؟ بألفاظ معينة، وهذا توكيد إيش؟ توكيد بنفس الكلمة، شربت شربا، أكلت أكلا، قمت قياما، ليس لها ألفاظ محدودة، لكن التوكيد هناك بألفاظ محدودة، النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، لكن هنا هو إيش الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، ويجاء به إيش للتوكيد، وكلم الله موسى تكليما، هذا مفعول مطلق والمراد به التوكيد. قتلته قتلا، قتلته فعل وفاعل وإيش ومفعول به، قتلته فعل وفاعل ومفعول به، قتل فعل ماضي، التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع، فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب، مفعول به، قتلا إيش مفعول مطلق، أو نقول إيش مصدر منصوب بنصب الفتح الظاهر على آخره، هذا إيش هذا توكيد، هذا مصدر إيش مفعول مطلق لفظي، لأنه وافق لفظه، وإن وافق معناه دون لفظي فهو إيش فهو معنوي، نحن جلست قعودا، فأين المصدر؟ قعودا، لم يوافق الفعل الذي هو جلس، لم يوافقه في نفس الألفاظ، وإنما وافقه في المعنى، فيكون إيش يكون مصدر معنوي. مثلها قمت وقوفا، فوقوفا مصدر منصوب وعامل نصب الفتح الظاهر على آخره. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب ظرف الزمان والمكان. قال رحمه الله تعالى باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. هذا ظرف الزمان وظرف المكان.
بدأ بالزمان فقال هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في أن الظرف. ذكر في هذا التعريف ثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون اسما، فظرف الزمان لابد أن يكون اسما. القيد الثاني أن يكون منصوبا، أن يكون القيد الأول أن يكون اسم زمان يعني يشير إلى زمان، أن يكون اسما يشير إلى زمان. القيد الثاني أن يكون منصوبا، فلا يكون ظرف الزمان مرفوعا ولا مخفوضا. قال القيد الثالث أن يكون بمعنى في، يعني أن يكون في تقدير الكلام في، لكن في محذوفة، فإنه إذا لم يقدر في فلا يعرب ظرف الزمان، وإنما يعرب إيش؟ مفعول به، مفعول به. فإذا قلت مثلا جاء زيد اليوم، جاء زيد اليوم، معنى الكلام جاء زيد في اليوم، في هذا اليوم، في هذا اليوم، فهو في معنى تقدير إيش؟ تقدير في. فنعرب جاء زيد فعل وفاعل، اليوم ظرف الزمان منصوب بنصب الفتحة الظاهرة على آخره. لكن قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هل معنى الكلام اتقوا الله في ذلك اليوم؟ لا، ما تنفع التقوى يوم في يوم القيامة، ما تنفع التقوى، ما تنفع التقوى، إنما المقصود اتقوا ذلك اليوم، فيكون يوما إيش؟ مفعولا به، يكون مفعولا، لكن ما تستطيع أنك تقدر فيه. لو قدرت فيه مثل ما قدرنا فيه في جاء زيد اليوم، يعني جاء زيد في هذا اليوم، استقام المعنى. لكن إذا قدرنا فيه في الآية وقلنا أن معناها واتقوا يوما ترجعون في الله، يعني اتقوا الله في ذلك اليوم، التقوى في ذلك اليوم تنفع ولا ما تنفع؟ ما تنفع، ما تنفع. فليس المراد ظرف الزمان هنا، ولا يجوز أن نقدر فيه هنا، وإنما المراد اتقوا ذلك اليوم، اتقوا ذلك اليوم. فيوما مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة له. عرفتم أن التقدير فيه لابد، لابد من تقدير إيش؟ من تقدير فيه. قالوا بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار. لا، ليست هذه منها. أحسنت، اليوم أكملت لكم، اليوم يعني في هذا اليوم أكملت لكم دينكم. أحسنت، اليوم ظرف زمان وصف الضرر. لكن قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، قال موعدكم يوم الزينة خبر. أحسنت، موعدكم مبتدأ ويوم خبر، ليس في ناس أن تقدرها فيه. هل في قراءة يوم قال موعدكم يوم الزينة؟ أين طلب القراءات؟ لست متخصصا في القراءات. قال موعدكم يوم الزينة، إذا في قراءة بالنصب فممكن أن تقدر فيه على أنها ظرف زمان، وإذا لا يوجد قراءة بالنصب فيكون إيش؟ فيكون أننا لا نستطيع أن نقدر فيه هنا، وأن المراد أنه مبتدأ وخبر. قال موعدكم يوم الزينة، موعدكم مبتدأ ويوم خبر لا غير، هذه إذا لم يكن هناك قراءة. أيوة، هذا مفعول به ثاني، مفعول به ثاني، يعني وأنذرهم، يعني ينذرهم في يوم الآزفة. ما ينفع أن يعني الرسول لما ينذر الناس في يوم القيامة ينذرهم، هل ينفع إنذارهم؟ ما ينفع إنذارهم، وليس وقت للدعوة، ليس وقت للدعوة، واضح؟ وقت الدعوة في الدنيا. المقصود أنذرهم يوم الآزفة، يوم مفعول به ثاني. أين المفعول به الأول؟ الهاء. أحسنت، الهاء في أنذرهم. قال وما أشبه ذلك، يعني أن أسماء الزمان إيش؟ ليس لها حصر. قال وما مثل برهة، انتظرتك برهة من الزمن، برهة، نعم برهة، ما هو أبرهة، برهة يعني جزءا من الوقت، جزءا من الوقت. قال وظرف المكان هو المكان، هو اسم المكان المنصوب بتقدير في. ذكر في ظرف المكان ثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون اسما يشير إلى
إلى مكان. القيد الثاني أن يكون منصوبا. القيد الثالث أن يكون بتقدير في، يعني أنك تقدر فيه في الجملة. فإذا قلت مثلا وقفت أمام المسجد، يعني وقفت في المكان الذي أمام المسجد. وقفت في المسجد أي وقفت في المكان الذي أمام المسجد. جلست أمام المسجد أي جلست في هذا المكان الذي هو أمام المسجد. قال وهو إيش؟ نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم. ثم بفتح الثاء، أما بضم الثاء فهي إيش؟ حرف من حروف العطف التي مرت معنا. فهذه إيش؟ هذه أيضا من الأشياء التي تحفظ. فثم قال الله عز وجل أينما تولوا فثم وجه الله، يعني فهناك وجه الله. وقوله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، يعني إذا رأيت هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا. فثم بمعنى هناك، وعكسها هنا، ثم للبعيد وهنا للقريب. قال وما أشبه ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب الحال، فقال الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبدا ورأيت ولقيت عبد الله. القاف مفتوحة خطأ، لقيت، لا القاف مكسورة. ولقيت ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. هذا الحال ذكر المؤلف فيه في تعريفه ثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون اسما، أن يكون اسما، هذا هو الغالب، وإلا قد يأتي جملة، قد يأتي جملة فعلية وقد يأتي جملة اسمية، لكن هذا هو الغالب. قال أن يكون اسما. القيد الثاني أن يكون منصوبا، أن يكون منصوبا. القيد الثالث قال أن يفسر ما خفي من الهيئات، الهيئة التي هي إيش؟ التي هي الصفة التي عليها هذا صاحب الحال. قال نحو قولك جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، فجاء فعل ماضي وزيد فاعل وراكبا حال منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخره. لو قلت جاء رجلا، جاء رجل، جاء رأيت، لا لو قلت جاء زيد الراكب، هذا نعت، أيوة هذا نعت، جاء زيد الراكب هذا نعت. لماذا؟ لأنه تبع المنعوت، ومر معنا أن النعت يتبع المنعوت. فزيد معرفة، والراكب معرفة بالألف واللام، وتبعه في الإعراب زيد الراكب مرفوع مرفوع، فلا يكون حالا أبدا لأنه مرفوع والحال هنا إيش؟ منصوب. ولأنه معرفة والحال كما سيأتي معنا الآن أنه لا يكون إلا نكرة. نعم جاء، لا لا البدل لا، لأن البدل هو المقصود بالحكم. فإذا حذفت زيد يجوز أنك تقول جاء الراكب، يعني ما الفائدة من جاء الراكب؟ من هو؟ تضطر جاء الراكب، من هو الراكب؟ شو اسمه الذي يوضح البدل أنه هو المقصود بالحكم، هو المقصود بالحكم، واضح؟ هو المقصود بالحكم. لكن الحال، الحال يجوز أن تحذفه وتقول جاء زيد، انتهينا جاء زيد. قال وركبت الفرس مسرجا، ركبت الفرس مسرجا، مسرجا حال منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخره. نعم
يعني عليه السرج. السرج هو الشيء الذي يجلس عليه الراكب على ظهر البعير مثل الوسادة. ولقيت عبد الله راكبا. ذكر المؤلف ثلاثة أمثلة ليبين أن الحال قد يكون، قد يكون صاحب الحال فاعل مثل المثال الأول فزيد فاعل، وقد يكون صاحب الحال مفعولا مثل إيش؟ الفرس، فإن صاحب الحال هو الفرس وموقعه في الجملة إيش؟ مفعول به. ومثل بالمثال الثالث ليبين أن الحال قد إيش؟ قد يكون، قد يكون صاحب الحال فاعل وقد يكون مفعولا. فلما لما قال لقيت عبد الله راكبا، ممكن أكون أنا الراكب، لما لقيت عبد الله كنت أنا راكبا، أو يكون المعنى لما لقيت عبد الله كان هو راكب، كان هو الراكب. فيصح أن هذا وهذا، يعني تجعل الحال حال من الفاعل أو حال من المفعول، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كافة حال. هل كافة حال من الواو ادخلوا، يعني ادخلوا كلكم كافة، أو حال من المفعول به ادخلوا في السلم كافة، يعني في جميع، في كافة في جميع شعائر الإسلام، لا تأخذوا بشيء دون شيء. قيل هذا وقيل هذا. فكافة حال، إما أن تكون حال من الفاعل يعني كلكم ادخلوا في السلم، أو تكون حال من المفعول به وهي في السلم، يعني خذوا السلم جميع شعائر الإسلام، لا تأخذوا شيئا دون شيء، فتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض. قيل هذا وقيل هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يكون إلا نكرة. هذه من توابع إيش؟ من توابع شروط الحال، أنه لا يكون إلا نكرة. والمعرفة والنعت، النعت قد يكون معرفة وقد يكون نكرة. تقول جاء زيد العاقل، وتقول رأيت رجلا عاقلا، فيكون معرفة ويكون نكرة، لكن الحال لا يكون إلا نكرة. قال ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. كيف تمام الكلام؟ يعني أن يكون بعد أن تتم الجملة. متى تتم الجملة؟ إذا كانت اسمية فهو المبتدأ والخبر فقط، وإذا كانت فعلية فهو الفعل والفاعل فقط، وما عدا هي زوائد، هي زوائد. الشرط الثالث قال ولا يكون صاحبها إلا معرفة، يعني أن صاحب الحال كما مر معنا في الأمثلة جاء زيد وركبت الفرس ولقيت عبد الله، كلها إيش؟ كلها معارف، فصاحب الحال لا بد أن يكون معرفة. طيب في المثال الأول أين صاحب الحال؟ جاء زيد راكبا، أين صاحب الحال؟ زيد. في المثال الثاني ركبت الفرس مسرجا، أين صاحب الحال؟ الفرس. في المثال الثالث لقيت عبد الله راكبا، أين صاحب الحال؟ قد يكون التاء وقد يكون عبد الله. وفي جميع الأمثلة صاحب الحال إيش؟ معرفة. في جميع الأمثلة صاحب الحال معرفة، حتى التاء في لقيت، حتى التاء، التاء ليست ضميرا، والضمير نوع من أنواع المعارف، بل هو أعرف المعارف، أعرف المعارف، أعرف المعارف هو الضمير. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التمييز. قال التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقى بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. هذا هو التمييز، والفرق بينه وبين الحال في أمور ستتبين إن شاء الله مع الشرح. فسر التمييز ذكر في تعريفه ثلاثة قيود. القيد الأول أنه أن يكون اسما، أن يكون اسما، فالتمييز لا بد أن يكون اسما. القيد الثاني أن يكون منصوبا، أن يكون منصوبا، فلا يأتي التمييز مرفوعا ولا يأتي مخفوضا. القيد الثالث أن يكون مفسرا لما خفي من الذوات، مفسرا لما خفي من الذوات، معنى انبهم يعني إيش؟ خفي، خفي. فالحال
مفسر لما خفي من إيش؟ من الهيئات. فإذا قلت جاء زيد، هل الذات خفيت ولا ظاهرة؟ الذات ظاهرة الذي هو زيد، لكن هيئته لما جاء لا نعلم، هل هو جاء راكبا ولا ماشيا؟ واضح؟ فالحال يبين الهيئة، لكن التمييز يبين الذات. فإذا قلت تصبب زيد، تصبب ماذا؟ تصبب دما ولا تصبب عرقا ولا تصبب هما؟ تصبب ماذا؟ الذي تصبب الذات التي تصببت من زيد غير مفهومة، غير معلومة. فالتمييز هو الذي يبينها، هو الذي يبين الذات. فإذا قلت تصبب زيد عرقا فهمت الذات التي تصببت. واضح؟ فالقصد من الكلام، ما المقصود من الكلام؟ يعني تصبب، معنى الكلام تصبب عرق زيد، تصبب عرق زيد، هذا هو ترتيب الكلام. لكن هل في تشويق؟ تصبب عرق زيد ما في شيء. لكن إذا قلت تصبب زيد، يعني زيد كله تصبب. فإذا قلت تصبب زيد عرق، يعني الذي تصبب عرقه، والعرق غالبا إنما يخرج من فين؟ من الجبين، أو يعني أكثر ما يخرج العرق. لكن إذا قلت تصبب زيد عرقا في تشويق، أن زيدا كله إيش؟ تصبب عرقا. واضح؟ إيش؟ وفجرنا الأرض عيونا. أصل الكلام في الآية وفجرنا عيون الأرض، هذا هو ترتيب الكلام، وفجرنا عيون الأرض. لكن إذا لما قال وفجرنا الأرض عيونا، يعني الأرض كلها فجرنا، يعني عين هنا وعين هنا وعين هنا وعين، الأرض كلها. واضح؟ ففي مبالغة. فهذا جمال إيش؟ جمال استخدام إيش؟ التمييز. لما أقول تصبب زيد عرقا أحسن من قولي تصبب عرق زيد، كلام بارد. تصبب عرق زيد أليس كذلك يا أخي؟ كلام بارد. هناك كلام بارد وهناك كلام مفعم بالحيوية، يجعلك تنتبه. نعم، يجعلك تنتبه. وفجرنا الأرض عيونا، فيه تشويق وفيه شد انتباه. قال وتفقأ بكر شحما. أصل الكلام تفقأ شحم بكر، يعني ما شاء الله يأكل كثيرا حتى تفقأ شحمه. لما قال تفقأ بكر شحما، أين التمييز؟ شحما، نقول شحما تمييز منصوب عن تصب الفتح الظاهر على آخره. لماذا؟ لأنه بين الذات التي تفقأت، ما هي؟ هل هي عيونه فقط؟ تفقأت عيونه؟ لا، تفقأ شحمه. فهي بينت إيش؟ بينت الذات التي حصل منها، التي تفقأت، ما هي؟ قال وطاب محمد نفسا. ضد اللحم. ما تعرف الشحم؟ ما تعرف الشحم؟ الشحم هو الأبيض في اللحم. اللحم ألا لا يوجد فيه لحم وشحم؟ إذا كنت تعرف لكن تسأل هكذا فما يجوز لك أنك تسأل سؤال تضيع علينا الوقت. الشحم هو ضد اللحم. أنت إذا ذبحت الذبيحة يوجد فيها لحم لونه أحمر وشحم لونه أبيض، أليس كذلك؟ ما سبق أنك ذبحت ذبيحة؟ اشتري ذبيحة واجعل حامد يذبحها ليريك الشحم من اللحم الليلة. ها الليلة اذهب إلى السوق واحضر خروفا جديا، اشتروا جديا، لا تشتروا خروفا كبيرا، اشتروا جديا وأريه الشحم واللحم. بعد الدرس أريك الشحم في اليوتيوب، في جوجل أريك الشحم. قال وطاب محمد نفسا، معنى الكلام طابت نفس محمد. لكن إذا قلت طاب محمد نفسا، فيعني بينت نفسا، هذا التمييز بينت ما هو الذي طاب من محمد. فنفسا تمييز منصوب نصب الفتحة الظاهرة على آخره. ومثلها اشتريت 20 غلاما. فإذا قلت اشتريت 20، لا تدري 20 يعني هذا تمييز عدد، لا تدري ما هذا الشيء الذي اشتريته،
وكان 20 لا تدري ما هو. فإذا قلت غلاما هذا تمييز عدد، غلاما تمييز منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. طيب وعشرين ماذا نعربها؟ مفعول به منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وملكت 90 نعجة، أين التمييز؟ نعجة، نعجة تمييز عدد منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. ومثلها زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها، فأبا تمييز منصوب بالفتحة ووجها تمييز منصوب بالفتحة كذلك. ثم قال ولا يكون إلا نكرة، يعني أن التمييز لا يكون إلا نكرة كما مر معنا، نفسا وشحما وعرقا وغلاما ونعجة وأبا ووجها، كلها إيش؟ كلها نكرة. مثل إيش؟ مثل الحال، الحال لا يكون إلا نكرة. قال ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، لا يكون إلا بعد تمام الكلام كما مر في الأمثلة، زي تصبب زيد عرقا، بعد تصبب زيد بعد تمام الكلام. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب الاستثناء، فقال باب الاستثناء وحروف الاستثناء 8 وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. فإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. فإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد. والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. قال رحمه الله باب الاستثناء. المقصود بالاستثناء ما هو؟ المنصوب في الاستثناء ما هو؟ المستثنى ولا المستثنى منه؟ المستثنى الذي يكون بعد إلا. قال وحروف الاستثناء 8، قوله وحروف يعني الصواب أنها أدوات، لأن فيها حروف وفيها أفعال وفيها أسماء، فيها حروف وفيها أسماء وفيها أفعال، فالمناسب أن يقول أدوات الاستثناء 8 وهي إلا هي الحرف فقط، وغير وسوى وسوى وسواء هذه أسماء، وخلا وعدا وحاشا قد تكون أفعال وقد تكون حروف، لكن إلا هي الحرف بالاتفاق. هذه أدوات الاستثناء. ومعنى الاستثناء هو إيش؟ الإخراج. تقول قام القوم إلا زيدا، فهنا أخرجت زيدا من الحكم، من حكم الكلام. حكم الكلام ما هو؟ القيام، أنك أخبرت أن القوم قد قاموا، هذا هو حكم الكلام. أخرجت زيدا من حكم من الحكم، يعني فإنه لم يقم، فتقول إلا زيدا. فزيدا هو المستثنى، والمستثنى منه القوم، وأدوات الاستثناء إلا. طيب ما حكم المستثنى الذي هو الذي يكون بعد حرف الاستثناء؟ هذا هو المقصود بالحكم. وإلا في المستثنى منه قد يكون فاعلا مرفوعا، وقد يكون مفعولا منصوبا، وقد يكون مخفوضا بحرف الجر، واضح؟ لكن المقصود بالحكم هنا هو إيش؟ هو المستثنى الذي يكون بعد إلا. إيش حكمه؟ قال له 3 أحوال: إما أن يكون الكلام تام موجب، أو يكون الكلام تام منفي، أو يكون الكلام ناقص. إذا كان الكلام تام موجب، وما معنى أن يكون الكلام تاماً؟ معنى أن يكون الكلام تاماً يعني أن يذكر المستثنى منه. إذا ذكر المستثنى منه فيكون الكلام تاماً، إذا لم يذكر المستثنى منه فيكون الكلام ناقصاً. وما معنى قوله موجباً؟ يعني أن يكون الكلام مثبت، أن يكون الكلام مثبت يعني غير منفي، لم يدخله حرف من أداة من أدوات النفي. طيب إيش حكمه؟ إذا كان الكلام تام موجب يعني ذكر المستثنى منه وكان الكلام مثبتا، قال يجب النصب،
ينصب المستثنى، نحو قام القوم إلا زيدا، فأين المستثنى؟ زيدا. ما حكمه؟ ننظر قبل أن تفتي بالحكم، انظر هل الكلام تام؟ ننظر أين المستثنى منه؟ القوم. هل وجد المستثنى منه؟ نعم، فالكلام تام الحمد لله. هل الكلام مثبت أم منفي؟ مثبت. إذن مدام الكلام تام ذكر المستثنى منه، وكان الكلام مثبتا فيجب نصب المستثنى، فيجب أن أقول إلا زيدا قولا واحدا، وما يجوز أني أقول إلا زيدا. لماذا؟ لأن الكلام تام موجب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الكلام تام منفي، أن يكون الكلام تام منفي. تام يعني ذكر المستثنى منه، ومنفي أن يكون منفيا، أن يكون الكلام منفيا غير مثبت. إيش حكمه؟ قال يجوز فيه وجهان، أنك يجوز أنك تنصبه المستثنى، يجوز أنك تنصبه، ويجوز أنك تعربه إيش؟ إعراب البدل. ومر معنا إعراب البدل، هل البدل له إعراب ثابت؟ لا، قد يكون المبدل منه منصوبا، وقد يكون مرفوعا، وقد يكون مخفوضا. واضح؟ فهنا يجوز لك وجهان، يجوز لك النصب على الاستثناء، ويجوز لك الرفع حكم إعراب إيش؟ إعراب البدل. مثال، قال ما قام القوم إلا زيد، ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. إيش حكم زيد؟ ننظر هل الكلام تام؟ نعم، وجد المستثنى منه الذي هو القوم. هل الكلام موجب؟ لا، الكلام منفي. إذن يجوز وجهان، يجوز أن أعربه مستثنى فأقول إلا زيدا، أنصبه على الاستثناء، ويجوز أن أعربه إيش؟ بدل، فأقول إلا زيد. ليش رفعتها؟ لأن المبدل منه مرفوع، وهو إيش؟ القوم. نعم، إعراب إلا ملغاه، إعراب إلا ملغاه، فأقول إلا زيد. ما قام القوم ما نافية، قام فعل ماضي، القوم فاعل مرفوع بالضمة، إلا أداة استثناء ملغاه، زيد بالرفع بدل من مرفوع، مرفوع مثله. فالوجه الثاني إلا زيدا، أقول إلا أداة استثناء، وزيدا مستثنى منه منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخره. طيب لو قلت ما ضربت أحدا، ما رأيت أحدا إلا زيدا، ما ضربت أحدا إلا زيدا وإلا زيدا. أحسنت، زيدا وزيدا، ما تأتي الرفع. فعلى كلا الوجهين، أني سواء عربتها نصبتها بالاستثناء أو عربتها إعراب البدل، فالبدل هنا منصوب، فعلى كلا القولين هو منصوب إلا زيدا. فقول مثلا ما رأيت أحدا إلا زيدا، فقول إلا أداة استثناء، وزيدا مستثنى من منصوب على منصوب الفتحة الظاهرة على آخره. إذا أريد أن أعربها بدل، أقول إلا أداة استثناء ملغاة، وزيدا بدل من منصوب، منصوب مثله. أحسنتم. الحالة الثالثة أن يكون الكلام ناقص. ما معنى ناقص؟ أن يحذف المستثنى منه، مو الفاعل، المستثنى منه، قد يكون فاعل قد يكون مفعول به، أن يحذف المستثنى منه. فإذا حذف المستثنى منه لا يكون الكلام إلا منفيا، إذا حذف المستثنى منه لا يكون الكلام إلا منفيا. فإيش إعرابه؟ على حسب العوامل، كأن إلا غير موجودة. واضح؟ على نحو ما قام إلا زيد، شوف هنا الكلام إيش؟ ناقص، حذف المستثنى منه، يعني ما قام القوم، ما قام إلا زيد، فأعرب زيد فاعل على حسب العوامل. ما ضربت إلا زيدا، أعرب زيدا إيش؟ مفعولا به، ما أعرب مستثنى، أعرب مستثنى لا، منصوب على الاستثناء خطأ، أعرب مفعول به منصوب على الاستثناء الظاهر على آخر. ما مرت إلا بزيد إيش؟ مجرور، وإلا أداة استثناء ملغاة. هذه إلا وحدها. أما سوى المستثنى بسوى وسوى وسواء وغير،
مجرور لا غير. سوى فيها ثلاثة لغات: سوى بكسر السين، وسوى بضم السين مع القصر، وسواء بالمد. وغير هذه إيش حكم المستثنى منها؟ الحكم المجرور، حكم مجرور، لأن هذه أسماء. ما قام القوم سوى زيد، فزيد دائما مجرور. لماذا؟ لأن سوى وسوى وسواء وغير هذه أسماء، فإذا استثني بهذه الأسماء تكون مضاف ومضاف إليه، وحكم المضاف إليه دائما مجرور. فحكم المستثنى إذا استثنينا بهذه الأسماء سوى وسوى وسواء وغير تكون إيش؟ تكون مجرورة لا غير. فقول قام القوم غير زيد. نعم، قام القوم غير زيد. ما قام القوم غير زيد وغير زيد، وما قام غير زيد. فزيد دائما إيش؟ مجرورة. لكن غير تأخذ حكم المستثنى بإلا، إذا كان الكلام تاما موجبا فتكون بالنصب، قام القوم غير بالنصب غير زيد. وإذا كان الكلام تام منفي، ما قام القوم غير زيد وغير زيد، واضح. وإذا كان الكلام ناقص، ما قام غير زيد، ما رأيت غير زيد، واضح. نعم، ما جاء القوم سواء زيد، جاء القوم سواء زيد، ما قام القوم سواء زيد أو سواء زيد بالنصب أو على حسب الله. فسواء مثل غير. قال والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره. هذه الأفعال الثلاثة خلا وعدا وحاشا، انتبه، حاشا بالألف، غير حاشا لله ما هذا بشرا، حاشا يعني غير، هذه أداة استثناء، هناك لا، لها معنى آخر. قال إيش حكم المستثنى بهذه الأفعال الثلاثة خلا وعدا وحاشا؟ نقول هذه على حسب، هذه إذا اعتبرناها أفعال فيكون ما بعدها منصوب، وإذا اعتبرناها حروف فما بعدها مجرور بحرف الجر. قال يجوز نصبه وجر، فتقول قام القوم خلا زيدا، فخلا فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر، وزيدا مفعول به. وإذا اعتبرناها حروف تقول قام القوم خلا حرف جر، وزيد اسم مجرور، واضح. ومثلها عدا عمرا وعمر، عدا إذا اعتبرناها فعل ماضي نقول عدا فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر وعمرا مفعول به. واضح؟ قام القوم خلا القائم، يعني خلا القائم زيدا، قام القوم خلا القائم زيدا، واضح. وهنا الفاعل مستتر وجوبا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب لا. قال رحمه الله تعالى باب لا، اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع وجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. فإن تكررت لا، يعني مع مباشرتها للنكرة، فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. قال إن شئت لا رجل في الدار ولا امرأة، خطأ، ولا امرأتا فتحة واحدة وليس بفتحتين. طيب هذا باب لا، وهو يعني أصعب باب في الأجرمية، لذلك صدره المؤلف بماذا؟ اعلم أن لا،
لما صدر الباب بقوله اعلم معناته أنه أصعب باب وسهل. يعني لا التي تسمى لا النافية للجنس عملها مثل عمل إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر، هذه مثلها، لكن تفترق عنها أن لا تنصب النكرات فقط، تنصب النكرات يعني ما تدخل على المعارف، دخولها على النكرة. لماذا؟ لأنها اسمها لا النافية للجنس، فحتى تؤدي عملها لابد أن تدخل على النكرات، لأن النكرة في سياق النفي إيش؟ تدل على العموم. هذا التي تتميز عن إن أنها تنصب النكرات فقط. الأمر الثاني الذي تفترق فيه عن إن أنها إيش؟ تنصبها بغير تنوين، لكن إن زيدا قائم في تنوين، لكن هنا بدون تنوين، لا رجل بدون تنوين. إيش حكمها أو إيش حكم مدخولها؟ قال له ثلاثة أحوال، أو لا لوجوب عملها حتى تعمل النصب في مدخولها لابد من شرطين اثنين، والشرط الأهم هو الأول. الشرط الأول إذا باشرت النكرة، يعني إذا جاءت النكرة بعدها الذي هو اسمها، يعني لم يتقدم الخبر عليها، أن يكون الكلام في ترتيب الكلام الطبيعي، مبتدأ ثم الخبر، لا رجل في الدار، فالمبتدأ هنا باشرت النكرة. إذا باشرت النكرة وأن لا لم تتكرر في الجملة فهنا إيش؟ فهنا النصب. تقول لا رجل في الدار، لا نافية للجنس، رجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، اسمها اسم لا، وفي الدار جار مجرور في محل رفع خبر لا. فنلاحظ أن لا هنا باشرت الاسم ولا لا؟ باشرت الاسم الذي هو المبتدأ الذي هو رجل. وهل تكررت أم لا؟ لم تتكرر. إذن ليس لنا إلا عمل واحد وهو النصب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتخلف الشرط الأول وهو الأهم. إذا تخلف الشرط الأول الذي هو إيش؟ أن تباشر النكرة. قال فإن لم تباشرها وجب الرفع، يعني إذا تقدم الخبر على الاسم، إذا تقدم الخبر على الاسم فهنا يجب الرفع ويجب تكرار لا، يجب أن نكرر لا. نحو لا في الدار رجل، لازم أقول ولا امرأة، لا في الدار رجل ولا امرأة. أيهم أشد مبالغة في النفي، إذا قلت لا رجل في الدار أو قلت لا في الدار رجل ولا امرأة؟ الثاني أشد مبالغة، يعني نفيت جنس الرجال وجنس النساء، لكن في المثال الأول نفيت الرجال فقط، فحتى أنفي العموم قدم إيش؟ قدم الخبر الذي هو الجار المجرور. مدام قدمت الخبر فإذا أرفع إيش؟ أرفع الاسم ويجب إيش؟ أن أكرر لا حتى إيش؟ أعمم النفي، لا في الدار رجل ولا امرأة. لكن لو قلت لا في الدار رجل يعني ما في فائدة تذكر. نعم كذلك، نعم لا في الدار رجل ولا امرأة، نعم. فنعربها ماذا؟ نقول لا ملغاة في الدار خبر مقدم ورجل مبتدأ مؤخر، ولا امرأة الواو عاطفة، ولا أداة استثناء حرف نافية ملغاة، وامرأة مبتدأ وخبرها محذوف تقدير في الدار، يعني لا في الدار رجل ولا امرأة في الدار فخبرها محذوف. نعم أين النعت؟ لا في الدار رجل ولا امرأة. لا هنا عطف جملة على جملة، ليس عطف مفرد على مفرد. طب هذه الحالة الثانية
أنها لم ت... أنها أن لا لا تباشر النكرة. إذا لم تباشر النكرة يجب علينا أمرين، وهما يجب رفع اسمها ويجب أننا نكرر لا. طيب إذا تخلف الشرط الثاني وهو فإن تكررت لا، الشرط الشرط الثاني ما هو؟ أنها لا تتكرر حتى تعمل النصب، يجب ألا تتكرر. طب لو تكررت، قال إذا تكررت الشرط الثاني أخف من الشرط الأول، الشرط الثاني وهو تكرارها أخف من الشرط الأول، فإنها إذا تكررت فيجوز أن نعملها ويجوز أن نهملها. قال جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. واضح؟ هنا تكررت لا مع إيش؟ مع توفر الشرط الأول وهو أن يباشر. طب لو ما باشر نرجع للحالة الثانية. إذا ما باشر نرجع للحالة الثانية التي هي إذا ما باشرت وجب تكرار لا، ويجب أن وجب الرفع ووجب تكرار لا. قال المثال الحالة الثالثة إذا تكررت لا مع مباشرتها للنكرة، قال جاز إعمالها وإلغاؤها. طب من نعرب؟ لا رجل في الدار ولا امرأة، لا نافية للجنس، رجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، في الدار جار ومجرور خبر مبتدا، ولا امرأة الواو عاطفة، لا نافية للجنس، امرأة اسم لا مبني على الفتح في محل نصب وخبرها جار محذوف تقديره في الدار. قال وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. لا نافية للجنس ملغاة، رجل مبتدا في الدار خبر والواو عاطفة، لا أداة نفي ملغاة، امرأة مبتدا وخبرها محذوف تقديره في الدار. وصلى الله على نبينا محمد. تمام. باب المنادى، نأخذ المنادى ولا نقف إلى هنا؟ ها نعم نكمل. طيب بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد، المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير التنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. هذا المنادى، المنادى سهل، المنادى كل اسم دخل عليه يا أو أحد أو أحد يا أو أحد أخواته. إيش حكم المنادى؟ لماذا ذكر المؤلف هنا في باب المنصوبات؟ لأنه مفعول به. فإذا قلت يا زيد كأني أقول أنادي زيد، أنادي زيد، فهو مفعول به في المعنى. لكنه خمسة أنواع: المفرد العلم، مفرد ليس مضاف، والمفرد هنا في باب المنادى هو ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. واضح؟ أما المفرد في باب المبتدأ والخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة. واضح؟ فالمفرد هنا في باب المنادى لا يكون مضافا ولا شبيها بالمضاف. مثل إيش؟ مثل رجل، يا رجل أو يا زيد. نعم. النكرة المقصودة، النكرة هي إيش؟ اسم لا يدل على معين ولكنه مقصود، ولكنه مقصود بالكلام، يعني يراد به معين، يراد به النكرة المقصودة يراد به معين، والنكرة غير المقصودة لا يراد به معين. مثل لو قلت يا رجل وأنت تكلم شخص، يا رجل هذه نكرة إيش؟ مقصودة. لكن الأعمى في الطريق إذا قال يا رجلا خذ بيدي، نكرة غير مقصودة، ولا يقصد رجل بعينه، يقصد أي رجل قريبا منه يسمعه يا رجلا خذ بيدي. لكن لو قال الأعمى يا رجل خذ بيدي، كان يستفسر أنت تقصد من، لأنه رفع رجل قال يا رجل، صارت نكرة مقصودة. نقول تقصد من، زيد ولا عمر؟ قال والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة، كقول الأعمى يا رجلا، واضحا واضح، وكقول الخطيب يا غافلا والموت يطلبه. غافلا نكرة، هل هو نكرة مقصودة ولا غير مقصودة؟ غير مقصودة، ما يقصد رجل معين في المسجد، لا يا غافلا، أي رجل يا غافلا. لكن لو قال الخطيب يا غافل والموت يطلبه،
كان أوقع الناس في حرج. يقصد من هذا؟ أنا؟ تقصدني أنا؟ لازم الخطيب يكون إيش؟ يكون عنده يعني تكون ما يكون فيه لحن في كلامه، لأن بعض من يجلس الخطب عارف في النحو، فإذا نصب المفعول، إذا الخطيب نصب المفعول، نصب المجرور وجر المرفوع، سيكون الناس في حيص بيص يعني، ويتذمرون. نعم، وقد لا تكون الخطبة يعني مؤثرة، حتى لو كانت بليغة ومؤثرة والخطيب مخلص والكلمات قوية وآيات قرآنية، لكن بسبب وقوعه في الأخطاء النحوية قد تكون يعني غير مؤثرة في نفوس الناس. يجب الخطيب أن يكون يرتب كلماته، المفتوح مفتوح، ولا يتعمق، لا يتعمق، وإنما فتحة فقط، فتحة بالقدر الكافي. أما أنه يتعمق في ضم المضموم وكسر المكسور، التعمق غير صحيح، والوقوع في الخطأ غير صحيح. وإنما اسمعوا لكلام الشيخ ابن باز رحمه الله لما يتكلم، ما يلحن لكن بدون تكلف، اسمعوا إلى أي مقطع للشيخ ابن باز، لا يلحن، يضم المضموم ويفتح المفتوح ويكسر المكسور بدون تعمق، وكلامه سهل. وكذلك الشيخ عائض القرني، الشيخ عائض القرني كلامه يعني كلام عربي، وفي وسط، في طبقة يعني ليست مبتذلة وليست طبقة عالية، وإنما كلام مفهوم، والمضموم مضموم، والمنصوب منصوب، والمكسور مكسور بدون تكلف. نعم، ما أدري ما تقول، كلاهما كلام وسطي. الوسط صحيح. قال والمضاف والشبيه بالمضاف. المضاف يعني أن يكون المنادى مضاف ومضاف إليه، والشبيه بالمضاف، ما الفرق بين المضاف والشبيه بالمضاف؟ كلاهما يعني كلاهما أنه تعلق به شيء من تمام معناه، لكن المضاف لا يكون منون، المضاف لا يكون منون، والمضاف إليه يكون مجرورا دائما. لكن الشبيه بالمضاف مثل يا طالعا جبلا، الشبيه بالمضاف فيه تنوين، أما المضاف ليس فيه تنوين. وأيضا المضاف إليه في الشبيه بالمضاف، المضاف إليه قد يكون مجرورا قد يكون منصوبا، يا طالعا جبلا، أو أقول يا طالعا في الجبل، أو يا طالبا علما، أو يا طالبا للعلم. فالشبيه بالمضاف يأتي منونا، والمضاف إليه قد يكون مجرورا قد يكون منصوبا. أما المضاف فلا يكون المضاف إلا فلا يكون منونا، ولا يكون المضاف إليه إلا مجرورا. طيب إيش حكم المنادى إذا كان واحدة من هذه الأشياء؟ قال المفرد العلم والنكر المقصود هذا يبنيان على الضم من غير تنوين، يبنيان يعني مبني على الضم في محل نصب منادى. فإذا قلت يا زيد، يا أداة نداء، وزيد منادى مبني على الضم، مبني على الضم في محل نصب مستثنى، في محل نصب مستثنى، ومثلها يا رجل. لكن الثلاثة الباقية اللي هي النكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف، هذه منصوبة لا غير. فتقول مثلا يا عبد الله، يا عبد الله، يا حرف نداء، عبد منادى منصوب، أن اسم الفتح الظاهر على آخره، وهو مضاف، واسم الجلالة مضاف إليه. مثلها قولنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا، ها، أصلها يا ربنا، حذف حرف النداء يا ربنا، لكن ربنا يعني ربنا رب السماوات والأرض، أنت من دون إله ربنا، إيه قالوا ربنا يعلم، قالوا ربنا يعلم، ربنا هذا مبتدأ، ويعلم الجملة الخبرية خبر، الجملة الفعلية خبر، واضح؟ ربنا، لكن ربنا نداء لابد أن يكون منصوبا، لأنه إيش؟ مضاف إليه، ومر معنا أن المضاف إليه ينصب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب المفعول من أجله، فقال المفعول من أجله هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. هذا المفعول من أجله، ويسمى المفعول لأجله. قال هذا إيش؟ ذكر في تعريف ثلاثة قيود: أن يكون اسما، وأن يكون منصوبا، وأن يكون يعني يذكر لسبب وقوع الفعل.
يعني كأنك تقول مثلا لماذا قام فلان، نحو قولك قام زيد، لماذا قام زيد؟ إجلالا لعمر. قصدتك، لماذا قصدتني؟ ابتغاء معروفك. فنلاحظ أن إجلالا اسم وهو منصوب، وذكر علة لوقوع الفعل، ذكر علة أو سببا لوقوع الفعل. ما هو الفعل؟ قام. فتقول إجلالا مفعول لأجله منصوب وعلى نصب الفتحة الظاهرة على آخره، لعمر جار ومجرور. قصدتك ابتغاء معروفك، قصدتك فعل وفاعل ومفعول به، ابتغاء مفعول من أجله منصوب ونصب الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، ومعروفك معروف مضاف إليه وهو مضاف، والكاف مضاف إليه. فهنا نلاحظ أن الكلمة قد تكون مضافة وفي نفس الوقت قد تكون مضافة إليه. ومثلا نؤلف بمثالين ليشير ليفيدنا أن المفعول من أجله قد يكون اسما، قد يكون إيش مضافا إليه، قد يكون اسما يعني مفردا وقد يكون مضاف إليه. مفردا في قوله إجلالا، ومضافا إليه كقوله ابتغاء معروف، كقوله تعالى وما لا في سورة الليل إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إيش بداية الآية؟ الذي يؤتي ماله تزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب الأعلى. ابتغاء هذا مفعول لأجله وهو مضاف، وجه مضاف إليه وهو مضاف، ربه رب مضاف وهو مضاف، والها مضاف إليه. ابتغاء وجه ربه الأعلى، والأعلى إيش؟ صفة. صفة لماذا؟ لا ربه، ربه. طيب ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب المفعول معه، قال وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. طيب هذا المفعول معه، والواو تكون إيش؟ واو المعية. الواو معه تكون واو المعية. قال هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. ذكر ثلاثة قيد، القيد الأول أن يكون مفعول معه أن يكون اسما، القيد الثاني أن يكون منصوبا، القيد الثالث أن يذكر لبيان من فعل معه الفعل. نحو قولك جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش. نعرب جاء الأمير، جاء فعل ماضي، الأمير فاعل، الواو واو المعية وليست عاطفة، الجيش مفعول معه منصوب وعلى رسم الفتحة الظاهرة على آخره. طيب إذا أردت أن أقصد، جاء الأمير والجيش، يعني إذا أردت أن أعرب الواو عاطفة، نقول جزاك الله خير، إذا أردت أن تعرب الواو العاطفة وأنت تريد أن تخبر أنه جاء الجيش جاء الأمير والجيش ليس معه وإنما جاءوا كلهم جميعا، فإنك يجب عليك أن ترفع الجيش فتقول جاء الأمير والجيش إذا اعتبرت الواو عاطفة. أما إذا اعتبرتها معية، واو معية يعني جاء الأمير مع الجيش، مع الجيش، فإنك إيش؟ تنصب الجيش. قال واستوى الماء والخشبة، واستوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة. أنت لا تقصد أن الذي استوى كلاهما. شوف في المثال عبر، مثل المؤلف بمثالين ليبين لنا أن الواو قد تأتي، قد نعتبرها عاطفة ومعية مثل المثال الأول، قد نعتبر الواو، قد نجعلها عاطفة وقد نجعلها للمعية على حسب نية المتكلم. لكن في المثال الثاني ما يجوز أن أعتبرها عاطفة، ويجب أن تكون معية، وتكون الخشبة منصوبة لا غير. لماذا؟ لأن هنا أنا لا أريد أن أخبر أن الماء والخشبة استويا، فإن الخشبة ثابتة، الخشبة ثابتة، والخشبة يجعلونها إيش؟ لمعرفة كثرة الماء، يجعلون خشبة ثابتة في الجدار أو في شجرة أو في مكان معين ثابتة، وينظرون مستوى الماء، إذا بلغ الماء حتى وصل مع استوى معها مع الخشبة معنى هذا أنه خطر، خلاص ممنوع الاقتراب، ابتعدوا عن النهر، مكان خطر.
فهم يقصدون لا يقصدون أن الماء والخشب استويا، فإن الخشب ثابتة، وإنما يقصدون استوى الماء مع الخشبة، واضح؟ فهنا ما يجوز أن أعتبر الواو عاطفة، فيجب أن أعتبرها إيش؟ واو معية. فاستوى الماء فعل وفاعل، الواو للمعية، الخشبة مفعول معه منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع قد تقدمت هناك. واضح؟ يعني ما يحتاج أن المؤلف يعيد، مر معنا هناك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب مخفوضات الأسماء. لما انتهى من باب مرفوعات الأسماء الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبره، انتقل إلى منصوبات الأسماء المفعول به المصدر إلى آخره، ثم انتقل وختم كتابه بباب مخفوضات الأسماء، فقال: المخفوضات ثلاثة، ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، ومخفوض وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وبحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومنذ. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن، فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. تم بحمد الله. هذا الباب هذا القسم الثالث من أنواع الأسماء، فالأسماء إما مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة. قال: المخفوضات ثلاثة أنواع. ومقصود المؤلف بالمخفوضات على اصطلاح الكوفيين الذي هو إيش؟ المجرور. المجرور. قال: المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، ومخفوض وتابع للمخفوض. فالمخفوض بالحرف الذي هو اسم مجرور، قال: ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى إلى آخره. فنعرب: خرجت من المسجد، فمن اسم مجرور حرف جر، المسجد اسم مجرور بمن عند جر الكسر الظاهر على آخره. ثم قال: ورب، ورب أيضا، رب أخ لك لم تلده أمك، رب أخ لك، فرب حرف جر وأخ اسم مجرور بالكسرة. وقال: والباء والكاف واللام معروفة. قال: حروف القسم أيضا، حروف القسم هذه تعتبر إيش؟ تعتبر حروف جر، لكن لها معنى آخر وهو إيش؟ القسم. فهي حروف جر في العمل، أن الحرف أن الاسم بعدها يكون مجرورا، وتفيد إيش؟ وتفيد القسم، مثل الواو: والله، والله ما أشركنا ولا آباؤنا، وتالله، تالله لا أكيدنا، تالله، والتاء برضه تالله، قالوا تالله تفتأ وتذكر، تالله. التاء حرف جر وقسم، واسم الجلالة اسم مجرور بالتاء وعلى جر الكسر الظاهر على آخره. قال: وبواوي رب، مر معنا رب أنها عاطف، أنها حرف من حروف الجر. وأيضا واو رب، يعني أن تحذف الرب ويذكر إيش؟ ويذكر الواو. وهذه تكثر في إيش؟ في الشعر، خصوصا شعر إيش؟ شعر المتقدمين الجاهليين، امرؤ القيس وما أدراك. هذه تكثر كثيرا في شعر الجاهليين، كقول امرؤ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدله. وليل، الواو هذه واو رب حرف حرف جر، وليل، وليل اسم مجرور جر الكسر الظاهر على آخره. قال: وبمذ ومنذ، ما رأيتك مذ يوم الخميس. مذ يوم الخميس، مذ حرف جر، ويومي اسم مجرور بمذ عند جر الكسر الظاهر على آخره، وهو مضاف الخميس مضاف إليه، مثلها ومثلها منذ. هذا القسم الأول الذي هو يخفض بالحروف. قال: ما يخفض بالإضافة نحو قولك غلام زيد. ما يخفض بالإضافة يقصد المضاف أو المضاف إليه؟ يقصد المضاف إليه. أما المضاف فحكمه على حسب موقع من الجملة، قد يكون فاعلا جاء غلام زيد، قد يكون مفعولا جاء رأيت غلام زيد، قد يكون مجرورا مررت بغلام زيد. ليس مقصود المضاف، المقصود هنا إيش؟ المضاف إليه، وهو مجرور دائما. قال: نحو قولك غلام زيد. فزيد مضاف إليه مجرور جر الكسر الظاهر على آخره. أما غلام فهو مضاف وليس المقصود بالحكم.
واضح؟ قال وهو على قسمين، وهو أي المضاف إليه على قسمين، ما يقدر باللام وما يقدر بمن. الذي يقدر باللام مثل غلام زيد، لما أقول غلام زيد كأني أقول الغلام لزيد فهو مقدر باللام. والذي يقدر بمن مثل ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد، المقصود ثوب من خز يعني مصنوع من خز، والخز نوع من أنواع الأقمشة، وباب ساج يعني باب مصنوع من ساج، والساج نوع من أنواع الخشب، وخاتم حديد يعني خاتم مصنوع من حديد. فأعرب ثوب خز تقول خز مضاف إليه مجرور وعند جر الكسر على آخره، مثلها ساج مضاف إليه مجرور وجر الكسر الظاهر على آخره. وهناك نوع ثالث قال ما يقدر باللام وما يقدر بمن وما يقدر بفي، وما يقدر بفي كقوله تعالى بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، والتقدير بل مكر في الليل والنهار. وبهذا نكون قد أتينا على نهاية هذا الكتاب الطيب المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.